بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا دائما الصحة والهنا والسعادة وراحة البال إن شاء الله. اليوم خرجتكم معايا في واحد الغلوق جديد. هذا الغلوق بوحده، ماشي ديال الطياب، ماشي ديال الروتين، وماشي ديال التقضية. هاد البلوكار ديال الطبيعة، واخا الطبيعة الله يرحمنا خاصة الشتاء، هانتوما كلشي كرم. كان هنا كانت الخضورة هنايا، وكان الربيع بزاف، وكان الورد. دابا سبحان الله شو كلشي نشف، شو كلشي بدا يصفر. هانتوما شو الربيع كيولا. هاد البلاصه كان فيها الربيع بزاف وكان فيها الورد، والله يرحمنا بالشتاء. هانتوما الحواله فين الغلم، فين كيسرحهم الساكن. الحمد لله انا راه باقي فيه شويه د الربيع، باقي شويه ما ياكلو. الله يسخرينا، اللي فيهم الحرارة مفرطة هما اللي ما بقاش كاع فيهم الخضورة. ما هنا راه بقى شوية د الخضورة، نقربو شوية نشوفو الغلم. راه سبحان الله من النصائح، بغيت نقدم لكم شي النصائح اللي عندي معلومات عليهم نشاركهم معكم. راه يقال والعلم لله، راه قال لك مزيان نمشيو هكا للطبيعه، الطبيعه واللي فيها هكا الاغنام، وفيها اكثريه الاغنام. قال لك راه مزيان ديك الريحه ديال الغلم، راه مزيان الجهاز التنفس. راه بزاف ديال الناس داو من الضيقه ديك الريحه ديال الغلم. سبحان الله، قال لك ديك الريحه كداوي الضيقه. وداك الشيء علاش مزيان دابا كثريه مع هاد الامراض اللي ولاو، واللي عنده نقص المناعه مزيان يمشي للبلاصه اللي فيها الغلم واللي فيها الطبيعه، يمشي ويشم ديك الريحه ديال الغلم والريحه ديال الخضوره والطبيعه. كيدخل داك الاكسجين وكتقوى المناعه عنده مزيان. هاد الريحه كتقوي المناعه. سبحان الله، الطبيعه راها زوينه بزاف وزوينه، مفيده لينا الصحه ديالنا. الواحد ما يبقاش محبوس ما بين ربعة الحيوط، هو يمشي لشي بلاصه اللي فيها ازدحام. اكثريه في هاد الايام اللي كاين هاد المرض، هاد المرض ديال كورونا، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. نحاولوا نمشيو هنا للبلاصه اللي فيها اتساع وفيها الاكسجين نقي وفيها كل اغنام، اولا نمشيو جهه البحر، الجهه ديال البحر اللي هي ما تكونش عامره بالناس بزاف، الجوي اللي يكونوا شويه خاويين، ونجلسوا هكا على البحر على الطبيعه. شوفوا الصفعه عند بيه الغلم زوينين كيرعاو. هكا مره مره خرجوا وليداتكم للطبيعه، خرجوا من البلاصه اللي فيها هكا الاغنام وفيها الطبيعه، يشموا الهواء ويشموا الاكسجين النقي، راه مهم بزاف. ما تبقاوش حابسين الوليدات في وسط الحيوط وفي الدار، والبلاصه اللي فيها ازدحام تجنبوها، جنبوا وليداتكم بالله يصلي فيهم الزحام. دير السعادة، هاد البلاصة كتسمى السعادة، طريق ديال دار بوعزة، فيها الطبيعة زوينة. هاد البلاصة هنا ما كيزرعوش، حيت كثرية دابا هاد البلايص كلهم مبيوعين هاكا لصحاب الشركات اللي كيبنيو. هادي السعادة، هاد البني هذا الشركة ديال السعادة اللي بانية في هاد البلاصة. وهنا دابا شراو الشركات الاخرين، راه يلاه بادين البني في ديك الجهه اللي جهه الشارع، اللي جا على الشارع، هذاك الشارع اللي كيدير لدار بوعزه.
وهذه حتى هي كلها غادي تبنى. شوفوا الصلاه على النبي الحواله كيرعاو، واحد الريحه غزاله، الريحه ديال الغلم والريحه ديال الورد والريحه ديال الطبيعه، الريحه غزاله كتحسي بها كتشميها نقيه. اجي لاباس انتوما الحوالة تصلى على النبي، واخا هكا مكرفسين مع هاد الجو وما كاين لا الشتا لا والو، مساكن مكرفسين مع التراب الحمار ومع واخا هكاك الخضورة قليلة، ولكن الحمد لله باقي زعما باقي ما ياكلوا هاد الايام هادي. الله يرحمنا بالشتاء، دعيو معنا الله يرحمنا بالشتاء والله يرفع علينا هاد البلاء. نشاركوا مع بعضياتنا في الدعاء، الدعاء في ظهر الغايب راه مجاب باذن الله، كلنا ندعيو مع بعضياتنا. راه الا دعوا الناس و 40 واحد كيامنوا على الدعاء، الله سبحانه وتعالى كيجيب الدعاء. رجا ربي يجيب لنا الدعاء ديالنا وبعد علينا جميع الامراض ويبعد علينا الآفات. هانتوما تبارك الله والصلاة على النبي، الغلم كطرعة هكا مرة مرة، واخا غير مرة في السيمانة خرجوا وليداتكم ديهم الجهة ديال الطبيعة والجهة اللي فيها هكا الغلم، يسرحوا عينيهم. كما قلت لكم هاد الريحه ديال الغلم والريحه ديال الطبيعه راه مهمه بزاف، راه كتدخل الاكسجين نقي للذات وكتقوي المناعه. اكثريه الدراري كيتقوي ليهم المناعه اللي عندهم نقص المناعه، حتى الشيوخ الكبار كلشي حتى هما مزيان ليهم هاد الطبيعه مزيانه ليهم، وجميع الناس مزيانه للكبار والصغار. هانتوما الجهه اخرى كاينه الكار وكاينه كاين الخيل في الجهه الاخرى، كاين شويه بعيده عليا بركه عليا، سرحت رجليا هنا شويه بركه، الله يجعل البركه. سمعوا اصوات ديال الغل، بغيت نشارك معكم هاد النصائح حيت راهم مهمين بزاف، ما تحقروش هاد النصائح وجربوا نتوما بالنفوس ديالكم، ولا ديتو وليداتكم للطبيعه وديتوهم الهواء نقي وديتوهم الغابه وجهه البحر، ما تبخلوش على وليداتهم، ما تخليهمش محبوسين طول السيمانه في البلاصه مضيقه وفي البارتمان مضيقه وفي الا خرجوا للشارع الزحام والتلوث والغبره. ضروري خصكم تديوهم مره مره باش كيجددوا الطاقه ديالهم يبدلوا داك الاكسجين اللي عندهم كيخوي وكيدخلوا الاكسجين جديد والطاقه جديده. وكنتمنى لكم كلكم السعاده والهنا، وهذا حي السعاده، وبالتوفيق وبالسعاده لنا وليكم ولجميع المسلمين. هذه هي الجمله ديالي الشهيره دائما، كنقول كنتمنى لكم التوفيق والهنا والسعاده وراحه البال للجميع، وبقى كنقولها. نقرب لكم الواحد واحد ما عرفتش اش كيقولوا لي الصغيره، هانتوما تبارك الله الصلاة على النبي. ويتي 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 شحال صغير زويون مسكين باقي صغير ما قد كاع يزيد. ويتي 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 شحال فنين، هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم، انا بدلت لكم الروتين ودرت لكم هذا الفيديو مختلف على الفيديوهات ديالي اللي كنقدم لكم، وبغيت نشارك معكم هاد النصائح والارشادات، راه مهمين بزاف وما تحقروهمش.
كما قلت لكم ما تبخلوش على عائلتكم ووليداتكم، دائما خرجوهم للطبيعة، هي دائما طول حياة الواحد يبدل. أكثرية دابا ملي كاينين هاد الأمراض وهاد الأوبية دائما الطبيعة. وغادي نقول لكم إلى اللقاء إلى فيديو القادم إن شاء الله. كنتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال والتوفيق إن شاء الله. وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك ويبارطاجي هاد الفيديو باش تعم الفائدة للجميع والناس يسمعوا هاد النصائح ويتفكروا بهم، حيت واخا النصائح بساط ولكن راه مهمين بزاف. شاركوا في نشر هاد التوعية وهاد النصائح، وما تنساونيش من اللايك ومن التعليق ديالكم الزوينين. والى اللقاء الى فيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.